بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعزائي الطلبة والطالبات، أهلا بكم في محاضرة أخرى عن الإيكوليبريم بوتنشال. معاكم الأستاذ الدكتور أحمد عبد الفتاح، أستاذ مساعد الفسيولوجي بطب طنطا. في البداية عايزكم تعرفهم إيه أنواع التشانلز الموجودة في السيل ممبرين أو في النيرف سيل ممبرين. أول نوع اسمها الليك تشانلز أو الليكج تشانلز أو الديفيوجن تشانلز، دي ما فيهاش أي جيت أي بوابات، وبالتالي بنسميها نون جيتد تشانل، دي اولويز اوبن. اتجاه حركة الأيون بيتوقف على الالكتروكيميكال فورسز، يعني الكونسنتريشن جريدينت والالكتريك جريدينت زائد السايز اوف ذا مولكيول. طبعا دي مهمة جدا في تحديد الريستنج ممبرين بوتنشال. تاني نوع من التشانل اللي هي الجيتد تشانل، جيتد تشانل، ودي يا اما انها فولتج جيتد تشانل يعني بتفتح او تقفل بتغير في الممبرين بوتنشال او فرق الجهد بين بره وجوه او جوه وبره، زائد نوع تالت اسمها ليجاند جيتد تشانل، يعني بتفتح او تقفل بواسطه ليجاند. ليجاند يعني بواب. البواب ده قد يكون هرمون، فور اكزامبل قد يكون كالسيوم، يبقى وجود الهرمون هو ده البواب اللي بيفتح لي البوابه. The equilibrium potential تعريفه ببساطة: This is a membrane potential that puts an ion in electrochemical equilibrium. معنى كده إن ما بيكونش فيه أي diffusion. Once وصلت له بلاقي إن الكيميكال gradient بتساوي أو counteracted أو counter by the electric gradient. معنى كده الايون مش هيتحرك في اي اتجاه. الايكوليبريم بوتنشال ده بقيسه في النيرنس ايكويشن. طبعا احنا عارفين ان حركة اي ايون بيتحكم فيها نمرة واحد size of the molecule، نمرة اتنين الالكتريك جريديانت، نمرة تلاتة ال concentration gradient. معنى كده ان الايكوليبريم او الريفرسال بوتنشال مفيش اي فلو، يعني النت فلو ثرو اني اوبن تشانل از زيرو. الريفرسال بوتنشال او الايكوليبريم بوتنشال اللي فيه تساوت او تكافأت الكيميكال والالكتريك فورسز بقول الاثنين قد بعضهم، معنى كده ان الايون مش هيتحرك في اي اوبن تشانل. The electric potential difference across the cell membrane that exactly balance the concentration gradient for an ion is called the equilibrium potential or reversal potential. يعني باختصار يا اولادي الاعزاء، في قوتين تساووا في الحالة ديت، قوة اسمها الكونسنتريشن جريدينت وقوة اسمها الالكتريك جريدينت. معنى كده بقى النت
flow 0. معنى كده ان الاكوليبريم بوتنشال او الالكتروموتيف فورس بتساوي زائد او ناقص 61 على زد مضروبه في لوج الكونسنتريشن انسايد على الكونسنتريشن اوتسايد. زد هي الشحنه اوكي او الالكتريك تشارج اوف ذا ايون. معنى كده البوتاسيوم بتبقى 1، الصوديوم 1، الكالسيوم 2 اوكي. طيب زائد او ناقص، زائد دي لو الايون اللي بيتحرك من جوه لبره كان نيجاتيف. طب لو بتبقى سالب امتى؟ لو الايون اللي بيتحرك من جوه لبره كان بوزيتيف. معنى كده ايه؟ معنى كده لو خدنا البوتاسيوم فور اكزامبل، البوتاسيوم الكتروموتيف فورس او الايكوليبريم بوتنشال اوف فور ذا بوتاسيوم بيساوي ناقص. ناقص ليه؟ لان تركيز البوتاسيوم جوه اعلى من بره. البوتاسيوم ده موجب، اتجاه الحركه بتاعته من انسايد لاوتسايد، يبقى ايون بيتحرك من انسايد لاوتسايد وهو كان عليه شحنه موجبه، يبقى هحط نيجاتيف 61 في لوج كونسنتريشن انسايد 140، كونسنتريشن اوتسايد اوكي 4، هيطلع النتيجة سالب 61 ملي فولت. طبعا لو انا عندي مجموعة ايون، مش ايون واحد هو اللي بيسيطر على الممبرين بوتنشال، وبالتالي بتعمل نفس الايكويشن اللي هي النيرلس، بس تبقى جولدمان ايكويشن اللي هي نفس المنطق، نفس المنطق، وبحط فيه الايونات المختلفه.